وفدي يهجمنا يوم مدحوينها أي جاري مجالات لندن هل كاسي أو سيد إيران لوجسو دوي مدحوينها يوفدي جلس عديبة محمد عبد سلاط أي وركن كسر دراي مجالات لندن وفدي بلارن وهجمنا يوم مدحوينها دولة فدرال كصومالية محمد عبد الله فرماتشو أي سو جاري مجالات لندن هل كاسو سيد إيران لوجسو دوي وفدي أي وحى كم إذا مدحوينياش مامور قبل ديدا دل كصومالية قار كم إذا وحنا هالكاسي كسر دوية غار كميدة تالية الصومالية دي يكون الودن كنين مدعوين محمد عبد الله فرماتش يوفد جيسا يا وحا ايكا غيب قلي دونا شركة مالين تبرري اقفر ميا مقارد لندن اللوغة هل يارمها الودن كالصومالية ماند دوينا نسو دوية قيبي سكال دون و اما دلنينا ما هذي لاه اسكال اسيد والعلمة دان نسو دوية ادي ادي اقوماتسين ايضا وقتيان قوبهان يو ساعدان نسو غاين ادان اما دلنينا تنقل الدولدة UK أيضاً وهم هذيلنا شركة إنترناشيونال كونت اللي هو قبناه وأرمى سومار اللوجا هذا كارهان ابن جاي يهرب مرينته يدي بوديسك باللوجا هذا سيد سومار يا دولدة مدة يا شرفت يا كرامة أسوأ علنت واللوجا ده هو استعجل هاد وعن رجينا شركة ونشركة ولا إنه نقبة سيد أمد سوماريا ده سيد لو تغير لها نقال اللوجا يبوه لها عيداً كا يا محوها يا 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 لا تقالن كارك حس السدنا على قصة وذ جسنا لها واحد رجينا يا إني يقولوا قصة بحضر أمد الصومالية شركة ماركو نقدر ما هذا كتب وحنجع لها يوم جالية الصومالية هرشبة خاصة كسر جدة إن الله كلمه إن النور مال موت كسيد بين دونه برنامج وفتي جمع الحوينا فدرال كايا رجينا يا إن شاء الله تعالى ده أمد بدن يا أصحاب بدن هل كان جوكتنا إن سقابل دونه بسم الله الرحمن الرحيم هذه أنا الكلمة علينا سيدا شرفت لوناك لنصر لويسين سيدا لصو عطان صفر لير أن كن مد وأن كن مد مقال المقدشة ساكي سديد أروني مو إلا حدا نجد كسو جهني محمد عبد السلاط كارسن تي في لندن